السلام يا اخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة مصطفى بيس، قناة اللي تهتم بالاستعداد لمباراة التعليم. كانت اول مرة كتفرج فيها منساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير جيم وش كومونتير كان عندك سؤال خليه تحت في كومونتير، اكيد غنجاوبك. نبداو على بركة الله. فوالا اخوان، كما وعدتكم موضوع ديال الحلقات اليوم، هذه اول حلقة من سلسلة الفيديوهات اللي غنخدمو فيهم كل سبور في جديد على كيفاش باش نساعد سواق سيتياسيون اللي حطوا ليا في البارتي ديال 40 بوان، البارتي فينال اللي تحط فيها سوا سؤال سوا سيتياسيون، وبالنسبه باش تساعد عاوتاني الشافه ولا تعطاوك بالاكيد لافيش وتختار سبور سوا تيراج او سو ولا تقول لك اختار السبور اللي بغيتي ولا تو زهرك، خاصك ضروري. اذا ضروري وضروري خاصك تعرف لي سبور انديفيديوال ولا كوليكتيف ولا جيمناستيك كيفاش تدار السيونس ديالو. ما داكشي علاش الاخوان بدينا في هذه السلسله اللي غنبداو بها ب اون سبور انديفيديوال اللي هي لونسي دو بو. هذه اول حلقه الاخوان، داكشي علاش تبع الفيديو من الاول حتى الاخر، بالاكيد في الاخير تولي عارف كيفاش تصايب اون فيش بحقه وطريقه الاخوان. الا كنت اول ما كتفرج فيها تنساش دير ابوني وتفعل الجرس وما تبخلش ليا بجيم وكومونتير. بداو الاخوان على بركه الله. والاخوان كما تشوفون في الاكرون كاينه اون فيش ديال لونسي دوب، دي فيش الاخوان تكون بهذه الطريقه كما تشوفون الاخوان كما تشوفوا فيش تكون دو بارتي، كاينه بارتي الفوقانيه اللي هي هذه وبارتي الثانيه. اخوان بارتي الفوقانيه تنحدو فيها تكون فيها مجموعه ديال لي زانفورماسيون كوم اوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون اللي هو بروفيل ديليف حنا اللي باغيين في الاخر السنه، وهذا تلقاه في لي زوبي. ثاني حاجه كومبيتونس فيزي تاعهم من لي زوبي، تكون واحد المجموعه ديال الكومبيتونس تختار وحده تخدم عليها تكون واحد الطابلو. اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل تاعو معروف تلقاه في الطابلو على حساب كل الرياضه وعلى حساب السنه الدراسيه. بالنسبه للفوق الاخوان تلقاو موديل دونسينيومون اللي هو تاهو تنجيبوه من لي زوبي الحساب كل سنه، موديل دونسينيومون تنخدمو فيه الحساب كل سيمستر، كل سيمستر عندها موديل دونسينيومون. جروب دا بي اس كاين لاتليتيزم سبور كوليكتيف ولا جيمناستيك. ا بي اس هي الرياضه انت اللي عندك في ديك السيكل، حنا في الحاله ديالنا عندنا لونسي دو بوا. نيفو نيفو سكولير اللي تعطيولك سوا تختار سوا هما تيقولوه لك، كاين اختلاف بين الكتابي والشفوي. بالنسبه للكتابي وقال لك يعطيولك يقولك نيفو سكولير تعطاوك، وبالنسبه للشفوي تقدر تعطي فرضو عليك تقدر اغلبيه يخليولك اختيار. سيونس انا سيونس ماتيريال اللي تستعمل تبقى لينا اوبجيكتيف دو سيونس اللي تختلف من سيونس الاخر. اخوانا دي بارتي الفوقاني هنا بالنسبه ادوي دابا اون جينيرال. بالنسبه لونسي دو بو ما تنشوفو هنا موديل راه تلقى في لي زوبي كيما قلت لكم. جروب دا بي اس تنتمي لاتليتيزم، ا بي اس لونسي دو بوا، نيفو سكولير كيما قلت لك تختاروا بالهادي ماتيريال. هادو تاهما كومبيتونس فيزي اوبجيكتيف تيرمينال، اوبجيكتيف تيرمينال سيكل تاهما لي زوبي. هنا في تكون الاختلاف اوبجيكتيف دو لا سيونس لي اما هما بالنسبه للكتابي تيقول لك خدم لي هاد لوبجيكتيف، خدم لي لاطاك ولا خدم لي ديفونس اللي خدمت، وانت تدير لوبجيكتيف خاصك تعرف كيفاش تكري لوبجيكتيف. يقول لك خدم على لاطاك ولا تيقول لك شوف فين عندهم النقص وانت خدم، كما داروا في السنه ديال 2017 عطاوك حتى الطابلو شافوا كل جروب قال لك خدم مع كل جروب فين عنده النقص، ورا شرحت هذا الشيء في فيديو كاين في القناه غتلقاه 2017. الا ما كنتيش تفرج شي سير تفرج باش تستافد شوف كي خدمنا. وخدمت عاوتاني تا سوجي طريقه ديال سوجي. المهم كملوا اخوان باش نخرجوا على الموضوع ديالنا. كاين اوبجيكتيف دو سيونس اما تعطيولك هما اما انت تختار. اخوان اوبجيكتيف مهم مهم جدا، خاصك ضروري يكون فيه واحد لو داكسيون كما انا تنشوف فرونسي وتشرح فيه الهدف. مثلا انا تيكون فيه كونديسيون تتكون تكون في زعما شي يخدموا على حساب كل جروب. كما تشوفوا هنا فيرب داكسيون لونسي بريسيزامون لونجي فين تتصرح سيتياسيون كما ينبغي، اش خاص التلميذ يكون تعلم في الاخر ديال هاد السيونس ولا التلميذ.
lancer précisément l'engin sur la zone destinée le plus loin possible par l'exploitation du cercle de lancer 3 kg pour filles, 4 kg pour garçons, réussite 50% des essais. زعما التلميذ اللي دار 10 ديال لي زيسي خاصو ينجح في 5، ده هو الهدف ديال السيونس. اخوان بالنسبه لوبجيكتيف ديال لا سيونس الاخوان، ما تقريبا ما تيتبدلش بزاف بالنسبه لونسي دو بوا كما غنشوفو هنا. احنا نمشيو لسيونس اخرى. شوف الاخوان فوالا، تنشوفو هنا عاوتاني لونسي كوغتومون لونجين دون زيسباس aménagé par une bonne gestion exploitation de cercle de lancer. شوف هنا بالنسبه للسيونس اللي قبل منا استاذ كان مركز غير على لونسي، ولكن ماشي اون زون بريسي. اخوان اي كلمه تلعب دور هنا، كان غير يلوح التلميذ قدام ولكن ما تيفيزيش اون زون، يلوح غير لو بلي لوان بوسيبل ويجيري لونجين و لسباس و سيركل لسباس ديال السيركل باردون لا ميم شوز سيونس اللي قبل منها. اذا اخوان تيتغيرو شي امور صعب في الاول، ماشي لوحش في البلاصه تتم غادي مع لي زوبجيكتيف سيكسيسيفمون. بالنسبه للسيونس، السيونس الاولى غير يجيري لونجين، سيونس الثانية يجي غالونجين ويحاول ما يخرجش من الساخل، سيونس الثالثة مثلا انت تمشي معاه تزيد شي ديفيكولتي صعوبة لونسي كوريكتومون لونجين دون ان اسباس اميناجي ولا كيما شفنا هنا. الثالثة تزيد لي زون بريسي، تولي دير لي واحد زون محددين اللي خاصو يلونسي فيهم 50% ديال النجاح. سيونس السادسة تقول لي خاصك تجيب 7 المحاولات من 10، 7 تنجح فيهم اللي هي 70%، تاهي في زون بريسي. او تاني سيونس رابع تزيد لي زون ابعد، تتقول لي خاصك تجيبها في زون 4 تكون دير ليهم لي زون الاخوان. وهكا غادي هنا فهمنا الاخوان كيفاش يدار لوبجيكتيف ديال لونسي دو بوا. الاخوان تقريبا ما تيتبدلش، هذا تبدل في هاد البارتيه الوسطانيه على حساب كما شرحت لكم دابا. دابا الاخوان كملوا لافيش ديالنا هنا. بالنسبه الكتابة باش نشرح لكم الاخوان، بالنسبه للكتابي اللي عطاوك لي زوبي خاصك دير لهم هادشي كامل بالبارتي الفوق بالبارتي التحت وعلى حساب عاوتاني السؤال. بالنسبه للشفوي اغلبيه تيطلبوا منك من لوبجيكتيف دو لا سيونس التحت، ما تيطلبوش منك كاع هادشي الفوقاني، من لوبجيكتيف ديال لا سيونس التحت هو اللي مطلوب منك. بعض المرات في الكتابي تيطلبوا منك غير هاد لابارتي، هاد لابارتي فوندامونتال اللي هي مهمه ومهمه جدا، حيت هنا فين كاين الاختلاف. اما بارتي بريباراتوار يا بارتي فينال تقريبا ما تتبدلش بزاف. دني اخوان تكمل، بداو حنا غنخدمو كلشي ايطا دوغي. هنا كاين بارتي بريباراتوار فوندامونتال فينال بوت اون في فيزيك ديما اي في بسيشيك اي فيزيك بو بريباري لو كور ا ليفور. شوفوا هنا اخوان هاد لابارتي راه ما تتبدلش، فيريفيكاسيون دو لابسونس توني اكسبليكاسيون ديال اش نديرو في لا سيونس، ايشوفمون جينيرال اللي تهمو جميع الجسم، ايشوفمون سبيسيفيك كيما هنا الحاله ديال لونسي دو بوا. خدمنا على خاصك تخدم على لا سانتور سكابولير اي بلفيان لانك تضطر بالجسم ديالك كامل وخاصك تسخن الجسم كامل حيت كله تيخدم وخصوصا لي زيبول ولي كود الامور كامله الصباع كلشي كاع لي زارتيكولاسيون ولي ميسكول تستعمل. مهم ومهم جدا بالتفادي بليسيغ. هنا اورغانيزاسيون كيفاش هداك التيران انت توقف فيه التلاميذ، اغلبية حاول تفاداه ما تعطاك الوقت خسير، داعي الحجة عمر ليهم غير هذا الاخوان بالنسبة للشفوي. علاش؟ حيت لارسمتي ليهم يبدا يقولك سيكوريتي هادي حاول تفاداه بزاف. كريتير دو ريسيت تا سولوك هاديك الساعة قول لهم كريتير دو ريسيت اش خاص التلميذ باش ينجح، خاص طلع لي فريكونس كاردياك موتيفاسيون اونجاجمون موتور يكون طالع باش تنعرف اونجاجمون موتور بالفريكونس كاردياك شطلع. دوزو البارتي فوندامونتال اللي هي مهمة ومهمة جدا. ما تنشوفو هنا اكسبلواتي لو سيركل دو لونسي. بالنسبة للحصة شنو هو الهدف؟ هو كيفاش يستعمل يستافدو ماكسيموم من ديك الزون سيركل اللي محددة ليه، تكون محددة لك وما خاصكش تخرج منها. حيت هاديك هي أول حاجة خاصك تتعلم عادة تشوف لونسي، حيت من تما كل ما اكسبلواتيها أحسن
تتكون واحد كرياسيون دو ليفور ولا ترانسميسيون ماكسيمال ديال ليفور لديك لونجين تلات لوح، سوا لونسي دو بوا سوا لونسي لي زوطخ لونسي. ولا يا اخوان امور مهمة اللي مخصكش تغاد عليها، خاصك ضروري تكتب ليه هو شي. بعد مرات بالنسبة للشفاوي ندوي عليه دابا، بالنسبة للشفاوي تكون الوقت قليل، خاصك تبين ليه انك عارف امور مهمة. من الامور المهمة اخوان اللي خاصك تكتب ليه هاد البارتي الفوقانية، لوبجيكتيف سيونس، كونديسيون، كريتير دو رياليزاسيون، فاريونت، كونسين، سيتياسيون. هذا عمرهم، كتبهم مليح بعد، هادو كتبهم هذا بدا تعمر. علاش الاخوان؟ باش تقول لي انا بدا عارف الكادر، غير الوقت ما كفانيش. فهم اخوان بعض المرات تكونش عارف تتبان راك عارف. لان اخوان هاد الامور مهمه. كذلك بالنسبه للكتابه اخوان هادو امور مهمه، حيت هادو فاش شي نقطه هو تمشي بعدا تيشوف واش كاينين هادو خمسه الحوايج، واش كاين اورغانيزاسيون، واش كاين هادو هاد كونسين دو ريزاسيون، كريتير دو ريزاسيون، فاريونت، شال سيتياسيون دو ريفيرونس، واش كاين كريتير دو ريسي. واحد سبعه الحوايج تيشوفهم بعدا واش كاين. هذا تيشوف العماره كيفاش عمرتي يا اخوان. هادو امور تنكتبهم هي الاولى كل ما كان الوقت ضيق سوغ ان تيغان. هنا كونديسيون دو ريزاسيون باش نفهموا شنو هي اخوان، باش مابقاوش نشرحوها في كل سبور. كونديسيون دو ريزاسيون هو شنو هي الظروف اللي تدور فيها ديك سيتياسيون اللي تدير. هلا انت تشوف في ديك السيتياسيون تقول لهم اش فيها سيغ ان تيغان دو باسكيت بول ديال فولي بول ديال، فهمتي؟ على حساب انت فين تدير هذيك باغ دي بلون اميناجي. شنو اميناجي؟ مقسم، مقسم باغ دي بلون. كيفاش مقسم؟ لو شون كوم ان سيركل، كاينين واحد سيركل تلاميذ، ديفيزي لا كلاس اون دو غروب، قسمت لا كلاس اون دو غروب، ترافايي باغ بينوم، ودرتهم على شكل جوج 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 جوج، واحد تي لونسي واحد تحتي، باساج باغ غروب كيفاش الطريقه باش غنخدم، واحد كل واحد اش يدير. هادي هي تشرح ليه بحال وهذاك خاصو يقرا هادشي ويتخيل الوضعيه. هادي هي الهدف من كونديسيون دو رياليزاسيون، باش تقرا هاد كونديسيون دو رياليزاسيون تتخيل سيتياسيون كي دايره وعلاش مديوره، كيفاش التلاميذ كي واقفين وداكشي. انا لا عطيتيني هادي غنرسم لك هاد ليليستراسيون. فهم اخوان كريتير دو رياليزاسيون، شنو هي كريتير دو رياليزاسيون؟ معايير الانجاز. تلميذ اش خاصو يدير؟ ليليف دو لونسي افيك ان نيلون سور ان سيركل، تلميذ خاصو يلونسي داك لو بوا ولا داك لونجين وما يخرجش من السيركل ويدير واحد ليلون. شرحتو في الفيديوهات السابقه الاخوان اللي هو داك الشمال اللي تتاخذ قبل ما تلونسي، داك تسمى ليلون. اتاندر بريزيزامون لا زون لا بلو لوان، يلوح كره ابعد مكان ممكن. فاريابل اشياء اللي نقدر نشونجي، مثلا هنا الاخوان دير ليهم دي زون، ان زون ان زون دو زوطخ، تقول لي خاصك توصل لزون 1 ولا زون 2 ولا زون 3. نقدر انا نزيد ان زون، هادو هما لي فاريابل اللي شفت التلاميذ المجاهدين تنزيد ان زون نبعد عليهم نقول لهم زيدوا. هادي هي المعنى ديال فاريابل الاخوان، شنو التغييرات اللي نقدر ندير على حساب الحساب الحصه، شكون الحصه وظروف ديالها. كونسينا اخوان اش نقول للتلاميذ؟ داكشي باش توقف التلاميذ قبل من السيتياسيون تقول لهم هما كونسي، تقول لهم اسيغي لا ماكسيموم سيكوريتي، رد البال لا تملص لك لونجينا الاخوان، حيت السيكوريتي مهمه ومهمه جدا كما قلت لكم في فيديوهات سابقه. ويقدروا السيكوريتي خاص تكون الاولويات، هي من الاولويات اولى الاولويات. نو لونسي با ابري، ما تلونسيش حتى تنصفر هادشي او تنتبه لا سيكوريتي. ادير كل واحد خمسه خمسه كل واحد فيكم صافي، هادشي تتقولو للتلام. سيتياسيون دو ريفيرونس اخوان باش تفهمو شنو هي سيتياسيون دو ريفيرونس، هي سيتياسيون الواقعي اللي تنشوف اللي تيشد التلميذ، داكشي اللي تعلمو في الحصه و تنشوفو واش تعلمو ولا يطبقو في لا رياليتي كونكريت. اخوان بحال دابا باش نفهموا شنو هي السيتياسيون، بحال بالنسبه للسبور كوليكتيف السيتياسيون دو ريفيرونس ديالهم هي ماتش سوا 3 كونت 3 5 كونت 5 داكشي شي تغير. لكن السيتياسيون هي كاين واحد بارتنير ادفيرسير فين تتماركي، كاين واحد البالون. مفهوم اخوان؟
كل سيتياسيون ريفيرونس عندها واحد لي كونديسيون ديال لا سيتياسيون دو ريفيرونس اخوان هي السيتياسيون اللي تكون في لي كومبيتيسيون تدير واحد لونسي على حساب واحد الوزن وخاصو ما يخرجش من لا زون وما يخرجش من هذاك زون دو لونسي ويدير واحد ليلون واللونجين ما تبعدش لي من هاد لا بارتي تاتي لونسي هاد الامور كامله الاخوان سيتياسيون دو ريفيرونس نشوف التلميذ اش تعلم وتنبنيو على الحصه القادمه ان شاء الله حيت لما نجحاش ما وصلتش الاهداف اللي حطيت الاول في الحصه تنعاود حصه اخرى باش نوصل للهدف عاد تندوز لهدف اخر فينال كما تشوفوا هنا غولاشمون ايتيرمون بيلون دو لا سيونس راه هادشي معروف تتختلف بزاف تتختلفش بزاف الحصه الحصه ماشي مهمه حيت هادي ما تتبدلش بزاف اورغانيزاسيون اخوان كيفاش داير لهم مثلا لي شوبمون هاد التلميذ فين واقف على لي بلون هاد الامور كامله هنا عاوتاني هاداك الشيء كونديسيون دو ريزاسيون تنرسمو هنا هو التيران كي مقسوم هاد التلاميذ فين واقفين على لي زوبسيرفاتور تقدر كاع تكتب ليه مثلا هنا هادو اوبسيرفاتور وهادو تيرونسيو الامور كامله كريتير دو ريسيت الاخوان امتى يمكن التلميذ يعرف راسو نجح امتى انت تعتبر التلميذ راه نجح هادو هما كريتير دو ريوسيت بالنسبه للبارتي فوندامونتال كيما قلنا اخوين بالنسبه لهاد السيتياسيون كاين رياليزي ان نيلون اكسبلواتي لو سيركل دو لونسي التلميذ غينجح باش غيستعمل هاديك الزون دو سيركل او ماكسيموم ويدير واحد ليلون ويكون واحد ترانسميسيون ماكسيمال ديال لافور لهاديك لونسي لونسي لو بلو لوان بوسيبل ان ريسبكتون لي ريغل يحترم لي ريغل ويلوح ابعد مكان يقدر يوصل ليه الاخوان هذا ما كان اخوان بالنسبه للفيديو تناولنا هاد لافيش ديال لونسي دو بوا من اتشل زيت شرحت مجموعه ديال الامور اللي بالنسبه للشفعه ولا بالنسبه للكتابه الاخوان نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم تهضروا حلقه قادمه ان شاء الله مع سبور اخر مش تخلوش هنا فيديو كومونتير كما تنديروا الجدد الاخوان كان معكم استاذ مصطفى ومن قناتكم قناه مصطفى بي اس الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله تشاو